بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معنا النهاردة مع آخر درس في الوحدة الثانية يونت 2، درس دايركت فاريشن والإنفيرس فاريشن. ساعات كده بيبقى في عندنا في حياتنا تو فاريبلز ريليتد ايتش تو اذر، يعني بيبقى في عندنا حاجتين مرتبطين في بعض، فلما يحصل تغيير في حاجه منهم الثانيه تتغير معاه. يعني مثلا على سبيل المثال، طبعا كلنا خدنا قبل كده ازاي نجيب البريمتر اوف سكوير، وكلنا عارفين ان البريمتر اوف سكوير بيبقى ايكوال سايد لينث تايمز 4. لو ركزنا كده مع بعض هنلاقي ان كل السايد لينث ما بيتغير البريمتر بيتغير. طبعا كل ما السايد لينث يحصل له انكريز يعني يزيد، هتلاقي البريمتر هو كمان بيحصل له انكريز يعني بيزيد. لو السايد لينث حصل له ديكريز يعني بيقل، يبقى اكيد البريمتر هو كمان هيحصل له ديكريز يعني هيقل. لما بيكون في عندي تو فاريبلز او قدام عينك البريمتر والسايد لينث، او دول في ريليشن ما بينهم اللي احنا نعرفها، اهي دي احنا بنقول عليها اسمها دايركت فاريشن. نقول عليها ايه؟ دايركت فاريشن. في حاجات تانية اللي بيحصل فيها العكس، يعني زيادة في واحد فيهم يخلي التاني يقل، اللي مرتبط بيه يقل، ساعتها ده بيبقى اسمه inverse variation. احنا دلوقتي هنتكلم عن الدايركت فاريشن والانفيرس فاريشن. هنتكلم الاول عن الدايركت فاريشن. لما اجي اقول واي فاريز دايركتلي اف اكس، طبعا الكلام دون انا كنت قلت لكم في فيديو قبل كده، احنا هنكمل النهارده. فانا بقول البروبابيلتي اللي هنقولها لو عندي الواي فاريز دايركتلي اف اكس زي ما قلنا المره اللي فاتت، يبقى بنقول ان الريليشن ما بينهم الواي ايكوال ام اكس، واتفقنا الام دون بيبقى كونستانت، الام دون يعني نمبر بس نوت ايكوال زيرو، الكلام ده اتفقنا عليه من المره اللي فاتت. وقلنا لو في دايركت فاريشن ما بين الواي والاكس، فبقول له يبقى واي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 1 اوفر اكس 2. طيب انا هنا بقول لك لو الواي فاريز دايركتلي از اكس يبقى الواي ايكوال ام اكس. لو عكسنا الكلام بقى، لو انا جاي بقول لك بروف واي فاريز دايركتلي از اكس، يبقى ساعتها حضرتك لازم توصل ان الواي ايكوال نمبر تايمز الاكس، والنمبر ده طبعا نوت ايكوال زيرو. بيبقى فايده دي فايده فيها فايدتين او ليها استخدامين. دينا لو الراجل طلب مني الريليشن يبقى لازم استخدم دي، لكن لما يديني تو فاليوز للواي وفاليو للاكس وعايز فاليو ثانيه للاكس، او يديني تو فاليوز للاكس وفاليو للواي وعاوز فاليو ثانيه للواي، ممكن نستخدم دي وممكن نستخدم دي. الكلام ده هنشوفه ان شاء الله في التمارين بعد شويه. طيب مش دايما هيبقى واي فارس دايركت لاس اكس، فرضا ان انا قلت لك واي اي فارس دايركت لاس بي، اكس فارس دايركت لاس ام، اي حاجه مفيش مشكله، بس مش دايما واي واكس. طب ما انا ممكن اقول لك واي فارس دايركتلي از اكس باور 2، يبقى ساعتها هتقول لي الريليشن واي ايكوال ام اكس باور 2، ويبقى واي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 1 باور 2 اوفر اكس 2 باور 2. وبرده لو طلبنا منك العكس، لو قلت لك بروف واي فارس دايركتلي از اكس باور 2، يبقى حضرتك لازم توصل ان الواي ايكوال ام تايمز الاكس باور 2. طيب ما فرضا جاي بقول لك A varies directly as cube root of B، يبقى ساعتها هتقول لي ان الريليشن A equal M تايمز cube root of B، ويبقى A1 over A2 equal cube root of B1 over cube root of B2. ولو عكست انا الكلام وجاي بقول لك بروف ذات A varies directly as cube root of B، يبقى حضرتك لازم توصل ان ال A equal M cube root of B. تعال نشوف السؤال ده. زي ما بقول لك ان الاسئله هنا يبقى ليها شكلين،
يعني لما بقول لك بروف هيبقى حاجه من اتنين هبقى مديهم لك، لو ادينا لك اكسبريشن من غير ما تفكر كده تعمل له فاكتورايزيشن، تخليه الاول ايكوال زيرو وبعدين كده تعمل له فاكتورايزيشن. لو ادينا لك بروبورشن يبقى اول حاجه هتعملها لازم تعمل برودكت اوف تو اكستريمز ايكوال برودكت اوف تو مينز. هي دول الفكرتين اللي ممكن تجي لك واحده منهم في الامتحان في الجزئيه بتاعت بروف دي. تمام؟ يعني مثلا هنا الراجل بيقول لي اف اي باور 2 بلس 4 بي باور 2 ايكوال 4 اي بي، وبيقول لي بروف ذات اي فيرس دايركتلي اس بي، اي فيرس دايركتلي اس بي. طبعا انا بقول لك اهو تو بروف اي فيرس دايركتلي اس بي، ها يبقى انت يو ماست بروف ذات اي ايكوال ام بي. تمام؟ انت لما بتيجي تحل ما بتكتبلوش انت الكلمه دي، انت هتعمل البروف ده علشان اوضح لك انت بتحدد الهدف بتاعك ايه. يعني انت عاوز توصل لايه؟ عايز توصل ان الاي ايكوال نمبر تايمز البي. اول ما توصل لدي تقول له يبقى الاي فارس دايركتلي اس بي. طبعا ده عشان اكسبريشن، يبقى اول خطوه هخلي الاكسبريشن دون كده يبقى ايكوال زيرو، فهجيب الفور اي بي احطها في الوسط ما بين دي ودي عشان تبقى مترتبه. واحد يقول لي انت بتحطها في النص ليه يا مستر؟ بقول له علشان تبقى مترتبه وتبقى جاهزه على الفاكتورايزيشن. طبعا لما بنجيبها الناحيه دي بنجيبها باوبوزيت سايد، هي هنا كانت بوزيتيف فجت اتحطت نيجاتيف اهي. كده نقدر نعمل الفاكتورايزيشن بتاعنا، ادي القوسين بتوع الفاكتورايزيشن. طبعا الاي باور 2 هتبقى ايه هنا وايه هنا، الفور بي باور 2 هتبقى 2 بي هنا و2 بي هنا، وعلشان ده بوزيتيف التو ساين بتوعنا بيبقوا سيميلر، يعني الاثنين بيبقوا زي بعض از سيميلر اوف ميدل تيرم، وانا عندي الميدل تيرم هنا نيجاتيف فيبقى هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف عشان تبقى عارف احنا عملنا الفاكتورايزيشن ده ازاي. طيب هروح واخد الاي ماينس 2 بي واقول له عليها ايكوال 0، يبقى الاي بقت ايكوال تو بي. شفت بقى اهو احنا وصلنا ان الاي ايكوال نمبر تايمز البي، خلاص انت وصلت لدي تقول له يبقى زين الاي فيرس دايركتلي اس بي، وتبقى انت كده جاوبت السؤال. طيب شفت هنا اهو اكزامبل تاني بيقول لي اف 21 اكس ماينس واي اوفر 7 اكس ماينس زد ايكوال واي اوفر زد، ده هو اللي مديهولي وبرضه بيقول لي بروف ذات واي فيرس دايركتلي اس زد. طبعا يبقى انت كده عايز توصل ان الواي ايكوال نمبر تايمز الزد. على فكره برضه ممكن توصل ان الزد ايكوال نمبر تايمز الواي، لان لو عندك الواي فارس دايركتلي از زد تبقى الزد فارس دايركتلي از واي، هي هياها يعني. طيب انا سبق قلت لك من شويه ان انت لو جالك بروبورشن يبقى اول خطوه هتعملها ان البرودكت اوف تو اكستريمز ايكوال البرودكت اوف تو مينز. اهو احنا اللي مديله لك ده بروبورشن، يبقى البرودكت اوف تو اكستريمز يعني زد تايمز 21 اكس ماينس واي يبقى ايكوال البرودكت اوف تو مينز اللي هي واي تايمز 7 اكس ماينس زد، وده اللي احنا كتبناه. يبقى زد تايمز 21 اكس ماينس واي هيبقى ايكوال واي تايمز 7 اكس ماينس زد. هتعمل التايمز عادي، زد تايمز 21 اكس هيبقى 21 زد اكس، وبعدين زد تايمز الواي تديني زد واي، وبعدين هنا 7 واي تايمز 7 اكس تديني 7 واي اكس، وواي تايمز زد تديني واي زد. هنا الترم واي زد الناحيه دي والترم واي زد الناحيه دي، طالما هم نفس الساين يبقى هنكنسلهم كده مع بعض، هيتلغوا مع بعض. ليه هيتلغوا مع بعض يا مستر؟ عشان حضرتك لو جبت ده هنا جنبه هيجي بوزيتيف فهيتلغي. هيقوم يفضل لي الناحيه دي 21 زد اكس والناحيه دي فضل لي 7 واي اكس. طب ما احنا ممكن نعمل التو سايدز دول divided by 7 x. لما ده يتعمل divided 7 x هيبقى 3 z، ولما ده يتعمل divided 7 x هيبقى y. يبقى انت كده وصلت ان ال y equal 3 z، الكلام اللي انا قلت لك عليه. طالما وصلت ان ال y equal number times z يبقى كده تقدر تقول له ال y varies directly as z. طيب تعالوا نتعرف على نوع تاني من الاسئله. بقول لك if y varies directly as x power 3 and y equals 64 when x equals 2. بقول لك find the relation between x and y then find the value of y when x equals half. طيب
هنا الراجل عاوز الريليشن. الريليشن يعني لازم نبتدي بداية بتاعتنا نقول له سينس واي فيرس دايركتلي از اكس باور 3 يبقى زين واي ايكوال ام تايمز اكس باور 3، وتبقى مهمتك انك تجيب الام. طيب اجيب الام دي ازاي يا مستر؟ باستخدام الفاليوز اللي احنا مدينها لك دي. هو الراجل قايل لي ان الواي بتبقى ايكوال 64 وان اكس ايكوال 2، هتيجي هنا هتشيل الواي وهتحط 64 وهتشيل الاكس وهتحط بدلها ال2 ده اللي الراجل قايل لك عليه. يبقى هنقول له ال64 ايكوال ام تايمز 2 باور 3. طبعا ال2 باور 3 ديت يعني 8، فيبقى ال64 ايكوال ام تايمز 8. نجيب الام ديت هتبقى 64 ديفايدد 8، يبقى الام ايكوال 64 اوفر 8 تطلع ب8. طالما حضرتك جبت الفاليو اوف ام ترجع تكتب الريليشن بعد ما عرفت الام، وتبقى هي دي الريليشن اللي الراجل عايزها. فبتقول له الواي ايكوال 8 اكس باور 3، هي دي كده الريليشن. يبقى انت كده جاوبت الجزء الاولاني، دي كده الريليشن. طيب رجع الراجل بيقول لي فايند فاليو اوف واي وين اكس ايكوال هاف. خلاص ما انت عرفت الريليشن، الراجل عاوز الواي لما تكون الاكس دي بهاف، يبقى حضرتك هتقول له when x equal half يبقى ال y equal 8 times، وشيل ال x وحط الضرب half half باور 3، هتحسب النتيجه دي هتلاقي ال y طلعت ب 1. طيب الجزء الثاني دوت اللي هو find value of y when x equal half، لو الراجل مش طالب منك الريليشن يبقى ممكن تعمل لي ده على طول، وده نوع من انواع الاسئله. الراجل ما يطلبش منك الريليشن خالص، يروح طالب منك بس دي على طول كده، هتبقى ساعتها عندك طريقتين في الحل. والله انك تحل بالطريقه دي، يعني تجيب الريليشن الاول باستخدام التو فاليوز دول، وبعد كده تجيب لنا الفاليو اوف واي لما الاكس تبقى بهاف، وممكن من الاول تستخدم البروبابيلتي اللي احنا قلناها من شويه ان سينس واي فيرس دايركتلي از اكس باور 3، يبقى معنى كده ان واي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 1 باور 3 اوفر اكس 2 باور 3. طيب ال y1 هي اللي الراجل مديهالي في السؤال اللي هي 64، وال y2 هي اللي الراجل بيسالني عليها، ويبقى ال x1 هي ال x اللي مرتبطه بال y اللي موجوده في السؤال اللي هي 2، وال x equal half دي كده هي ال x2 اللي مرتبطه بال y اللي انا عايزها اللي احنا هنخليها y2. فهيبقى 64 over y2 equal 2 باور 3 over half باور 3. طبعا الكالكوليتور ممكن تخلص لك دي في خطوه واحده. يبقى 64 اوفر واي 2 ال 2 باور 3 ايكوال 8 والهاف باور 3 ايكوال 1 اوفر 8. يبقى معنى كده الكلام ده لما تحسبه هيطلع ب 64، يبقى 64 اوفر واي 2 تبقى ايكوال 64، تبقى الواي 2 ايكوال 64 اوفر 64 تطلع لي ب 1، اللي هي نفس النتيجه اللي احنا جبناها هنا. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الانفيرس فاريشن. الانفيرس فاريشن زي ما اتكلمنا قبل كده ان الريليشن بين ذا تو فاريبلز، اف وان اوف ذا تو فاريبل انكريز ذا اذر فاريبل ديكريز. يعني التو فاريبل اللي عندي لو واحد زاد الثاني اللي مرتبط بيه يقل، لو واحد قل الثاني اللي مرتبط بيه يزيد. ده الكلام اللي انا قلته. فانا بقول ويزيد y varies inversely as x. طيب مفيش سيمبل مخصوص للانفيرس فاريشن، فاحنا بنكتبه بنفس علامه الدايركت فاريشن، بس لما يقول لي انفيرسلي اروح كاتبها انا 1 اوفر x. طب فرضا انا قلت y varies inversely مثلا as x باور 2، يبقى هكتبها له y varies directly as 1 اوفر x باور 2. فرضا بقول لك A varies inversely as B power 3، يبقى ساعتها هقول له A varies directly واستخدم علامة الدايركتلي as 1 over B power 3 عند سؤال على حسب السؤال يعني. طيب وساعتها بنقول له ان الريليشن بتاعتنا ال y equal m over x، or ممكن نكتبها y x equal m، والm ده constant نمبر نوت ايكوال زيرو يعني. طبعا لو عكسنا الكلام ولقينا الواي ايكوال ام اوفر اكس، يعني الواي ايكوال نمبر اوفر الاكس، او لقينا الواي تايمز الاكس ايكوال نمبر، خلاص يعني الواي اكس ايكوال ام،
يبقى ساعتها اقول له يبقى then y varies inversely as x. يعني لما الراجل يجي يقول لي بروف y varies inversely as x، يبقى انت عايز توصل ان ال y equal number over x، او توصل ان ال y times ال x equal number. طيب تعال ناخد اكزامبل كده. بقول لك قبل ما اقول صح الاكزامبل اللي انا عايز اقوله، تبقى البروبابيلتي بتاعتنا هنا طالما ال y varies inversely as x احنا بنكتبها directly as 1 over x، يبقى y1 over y2 بص بقى تبقى equal x2 over x1. في الدايركت كنا بنقول لو y varies directly as x كنت بقول له y1 over y2 equal x1 over x2، لكن انا هنا لما اقول y varies inversely as x اللي هي بتتكتب y varies directly as 1 over x، فبقول له يبقى y1 over y2 equal x2 over x1، بنعكس x2 over x1 او على حسب السيمبلز اللي جايه لي في السؤال بتاعي. تعال نشوف الاكزامبل ده. بقول لك if a power 2 b power 4 minus 10 a b power 2 equal negative 25. بروف ذات a varies inversely as b power 2. انت عايز توصل لايه؟ عايز توصل ان ال a varies inversely as b power 2. طب كويس، يبقى اوصل لايه؟ اوصل لان ال a تبقى equal number over b power 2، او اوصل ان ال a times ال b power 2 equal number. اي حاجه من الاثنين دول يبقى انت كده وصلت للي الراجل عايزه. طبعا انا قلت لك برضو لما يجي لك اكسبريشن هتخليه equal zero وبعدين هتعمل له factorization. انا هنا ده اكسبريشن، هجيب دي الناحيه دي كده، يبقى a power 2 b power 4 minus 10 a b power 2 plus 25 equal zero. هنعمل الفاكتورايزيشن بتاعنا a باور 2 b باور 4 هتبقى هنا a b باور 2 هنا a b باور 2، ال 25 هتبقى هنا 5 وهنا 5 عشان ال 5 تايمز 5 ايكوال 25، وهنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف علشان الترم ده بوزيتيف، فالتو ساين دول بيبقوا سيميلر الميدل. طبعا عشان القوس ده هو نفس القوس ده فانا باخد قوس فيهم وبخليه ايكوال 0، فبقول له يبقى a b باور 2 ماينس 5 ايكوال 0، يبقى معنى كده ان ال a b باور 2 ايكوال 5. والله لو وقفت هنا ورحت قايل له على طول يبقى زين a varies inversely as b power 2 اجابتك صح. حبيت تركز اكتر وتقول له a equal 5 over b power 2 نفس الكلام، يعني لو وقفت هنا ورحت قايل له كده مفيش مشكله. ليه؟ لان انا قلت لك يا اما توصل ان التايمز بتاعهم equal number اهو. طب ما انا وصلت ان البرودكت بتاعهم equal number، خلاص يبقى اقدر اقول له على طول الاجابه وصلنا لها. عايز تكتبها كده كمان براحتك في الحالتين، الحل بتاعك مظبوط. وتعالوا ناخد اكزامبل تاني. شوف معايا الاكزامبل دون، بيقول لك if y varies inversely as x y equal 6 as x equal 2.5 find the relation between y and x then find the value of y when x equal 5. يعني السؤال في حاجتين الراجل طالبهم منك، عاوز الريليشن وعايز value of y when x equal 5. طيب هنقول له since y varies inversely as x يبقى ال y varies directly as 1 over x، يبقى ال y equal m over ال x. مهمتك في الريليشن انك تعرف لي ال m دي بكام، بنجيبها ازاي باستخدام ال two values اللي الراجل بيبقى مديهم لي في السؤال. فبقول له since y equal 6 when x equal 2.5، علشان لما ال y بتبقى ب 6 ال x بتبقى ب 2.5، يبقى انا عندي كده ال m equal 6 times 2.5 equal 15. طالما حضرتك عرفت ال m هترجع تكتب الريليشن، هتقول لي يبقى الريليشن y equal 15 over x. على فكره في ناس ممكن تكتبها y x equal 15، يعني ممكن ناس تكتبها كده الريليشن والاثنين صح y x equal 15. طيب ده كده كان الجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني بيقول لي find y when x equal 5. طبعا بقول له when x equal 5 خلاص انا عايز ال y، يبقى معنى كده ان ال y هتبقى 15 over 5 تبقى تطلع ب 3. طيب لو ما كانش الراجل طالب مني الريليشن يبقى ممكن استخدم البروبابيلتي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي هقول له since y varies directly as 1 over x
يبقى y1 over y2 equal x2 over x1. ال y1 هي اللي الراجل مديها في السؤال، وال y2 دي اللي هو عاوزها، هتبقى equal x2، تبقى ال x اللي مرتبطة بال y اللي بيسأل عليها هي دي ال x2، وال x1 هي اللي مرتبطة بال y1. يعني اللي جايلي في السؤال دول y1 و x1، ويبقى دي ال y2 اللي هو عاوزها، ودي هي ال x2. فاحنا هنقول له y1 over y2 equal x2 over x1، اهو ال y1 ب 6 over ال y2 اللي انا عايزها، هتبقى x2 اللي هي 5 over x1 اللي هي 2.5، طبعا تبقى ال y2 equal 6 times 2.5 over 5، تطلع لك ال y2 equal 3، وتبقى انت جاوبت على الجزء الثاني في السؤال. يعني عايز اقول لك ايه، لو الراجل مش طالب منك الريليشن ممكن تشتغل بدي. طب يا مستر انا عايز اجيب الريليشن واشتغل بدي، براحتك يا سيدي مفيش مشكله خالص، ده صح وده صح، لكن لما يطلب منك الريليشن اجباري لازم تشتغل بدي. الجزء الثاني بقى تكمله بالريليشن او تكمله بدي، هيبقى الاسهل ساعتها انك تكمله بالريليشن. وتعالوا نشوف اكزامبل ثاني مع بعض، نشوف مع بعض الاكزامبل دون. بيقول لك اف واي ايكوال 1 بلس بي. طبعا دي كده المنظر ده لا هو دايركت ولا انفرس، خد بالك. طيب وير بي فاريز انفرسلي از اكس باور 2، والراجل بيقول لي ان الواي ايكوال 17 وان اكس ايكوال هاف، وبيقول لي فايند ذا ريليشن بتوين اكس اند واي، ذن فايند فاليو اوف واي وان اكس ايكوال 2. تمام. طيب خد بالك ان هنا الفاريشن اللي عندي ما بين البي والاكس باور 2، والريليشن الراجل عاوزها ما بين الواي والاكس، لكن ده اللي هو مديها لي اللي فوق دي بتربط لي الواي والبي. يبقى انت لازم تبتدي السؤال بتاعك بالفاريشن اللي هو مديهولي، سواء كان دايركت او انفيرس. تمام. فانت تستخدم اللي انت عرفته ده انفرسلي، فبقول له سينس بي فارز انفرسلي از اكس باور 2، يبقى معنى كده ان البي تبقى ايكوال ام اوفر اكس باور 2، طبعا الام دي نوت ايكوال 0 زي ما احنا اتعلمنا. اقول راجع بقى للريليشن اللي الراجل مديها لي واشيل البي واحط بدالها ام اوفر اكس باور 2. طب انت بتعمل كده ليه يا مستر؟ انا بعمل كده علشان انا عايز اربط الواي بالاكس، عشان هو ده اللي الراجل عايزه. خد بالك بقى عشان تبقى فاهم احنا بنشتغل ازاي. خلاص. يبقى احنا جبنا الريليشن من السؤال اللي هو مديهولي ان البي فارز انفرسلي از اكس باور 2، استغلنا ده علشان نكتب دي ان البي تبقى ايكوال ام اوفر اكس باور 2. طيب رجعنا هنا لقينا الراجل رابط لي الواي بالبي، وانا عايز الواي مرتبطه بالاكس، يبقى هشيل البي واحط بدالها الام اوفر اكس باور 2، تقوم تبقى الواي ايكوال 1 بلس ام اوفر اكس باور 2. كويس. مجرد ما انت عرفت الفاليو بتاعت الام دي، انت كده جبت الريليشن اللي الراجل عايزها. وطبعا زي ما اتعلمنا في الجزء اللي فات، يبقى انا علشان اجيب الام دي انا هستخدم الفاليوز اللي الراجل مديها لي. هو الراجل قايل لي ان الواي ايكوال 17 هو الاكس ايكوال هاف، يبقى اجي هنا هشيل الواي واحط ال 17، وهشيل الاكس ديت واحط الهاف، فهتبقى 17 ايكوال 1 بلس m over half power 2. طبعا هنجيب الوان ده الناحية دي، هتبقى 17 minus 1 equal 16، والهاف باور 2 دي هتديني quarter، يبقى 16 equal m over quarter، تبقى ال m equal quarter times 16، تطلع لك ال m equal 4. عرفت ال m، ارجع اكتب الريليشن دي بس شيل ال m وحط 4، يبقى انت كده y equal 1 plus 4 over x power 2، اهي دي الريليشن اللي الراجل عايزها اللي بتربط لي ال x بال y. الجزء الثاني في السؤال الراجل بيقول لي find the value of y if y when x equal 2، طبعا هتيجي هنا هتشيل ال x وتحط 2، هتبقى ال y equal 1 plus 4 over 2 power 2، طبعا ال 2 power 2 تديني 4، يبقى 1 بلس 4 اوفر 4، 4 اوفر 4 ب 1، يبقى 1 بلس 1 ايكوال 2. اتمنى انكم تكونوا لقيتوا درس الدايركت فاريشن، الدايركت فاريشن والانفرس فاريشن درس من الدروس السهله، مش صعبه ولا حاجه. درس ده من الدروس الكويسه المهمه اللي هتحتاجها زي ما قلت لك قبل كده في الفيزيكس ان شاء الله.
او ممكن حتى تكونوا استخدمتوه قبل كده في الساينس. اتمنى تكونوا استفدتوا وكده. يبقى الجزء بتاع الالجبرا خلص، بس هيتبقى لنا درسين في الاستاتستكس هنتقابل فيهم بعد كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.